مرحبا فيكم، معكم الأستاذ مصعب السهو من موقع منهاج التعليمي. اليوم معنا أول درس للصف الرابع لمادة اللغة التركية، عنوان الوحدة أوكوما كولتور برينجيتي ما الفصل أو الوحدة الأولى أوكوما كولتور ثقافة القراءة. ننزل هلا نشوف درس القراءة، نقرأ سوا مع بعض. نتمنى من كل الطلاب أنه بيعودوا يقرأوا هذا النص أو بيسمعوه أكثر من مرة، لأنه القراءة بتنمي عند الطالب القدرة على تركيب الجمل وأيضا على حفظ الكلمات. كتاب بيوسي بيجي معناها وسع الكتاب أو أفق الكتاب، يعني الخيال بالكتاب. شوف إن احنا شوف كيف العنوان معبر. نجي الآن على النص. Can sıkıntısı söpleyemez kimse. İçine saklanınca bir kitabın, çünkü bir kitabın içine bakmak hiç aklına gelmez sıkıntının. İster bir şiire saklan, ister romana söylemez yerini, güven masala, yedi cüceye karış, kaybol ormanda elinden tutmazsın bile yalnızlığı. Bazen bir martsın mavi göklerde, bazen küçük prens uzak çöllerde, ne defineler bulursun, arasan sen de içine düşünce inan kitabın. Harfleri bırakmış Hansel Gerdel. Hansel Gertel. هذا اسم. دوما لما نشوف ضمن نص القراءة أحرف كبيرة، كلمات تبدأ بأحرف كبيرة، فهذا يعني أنه هذا اسم علم، اسم شخص. رح نأخذ فيما بعد إن شاء الله طرق كتابة الأحرف الكبيرة. Takip et de hemen yanlarına gel. Kule de bekliyor seni. Ra günzel. Lahdu mai. Ra günzel. Aydan huna. Hada isim amel. İsim alım. Ardına düş hadi sen de çadının. Harfleri bırakmış Hansel Gertel. Takip et de hemen. Yanlarına gel. Kulede bekliyor seni. Ra günzel. Ardına düş hadi. Hadi yani hayır. Sen de cadının. Açıl kitap açıl. Dersen açılır. İçinde ne? Öyküler. Sözler saçılır. Kel oğlan ne güzel. Seni şaşırtır. Şaşırtır yani. Şaşırtır yani. Seni şaşırtır. Yufacıake. Büyüsü tükenmez hiç okumanın. هذا نص القراءة. نتمنى من الطلاب الأعزاء بيعيدوا القراءة وأيضا يعيدوا لسماع نص القراءة. نجي الآن كما عودناكم نجي على حل الإتكي الكلير، اللي هي النشاطات اللي راح تفهمنا الدرس بشكل أكبر. عنا التمرين الأول عم يقول لي kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimelerden kendi sözlük defterinizi oluşturunuz. Tamam, يقول لي يعني خلينا نخمن معاني الكلمات الموجودة اللي عاطيني إياها هون، وبنقارن هذا المعنى بالمعنى بالسوزلوك بالمعجم، وبعد ما نقارن نشوف انه التخمين صحيح، المعنى صحيح، بدنا ننشئ جملة على كل كلمة. نيجي على أول كلمة دفينة. دفينة يعني هي الشيء المدفون، يعني مثل نحن بنلاقي الكنز، يعني شيء أو ثمين مدفون في الأرض، فهي القية أو كنز في الأرض. نشوف شو أنا كاتب لكم في الحل. دفينة معناها، وبدنا نشوف جملة كمان عليها. Define anlamı manaha. Toprak altına gömülerek saklanmış para ve değerli şeyler. Gömü yani eş, medfun, define. Kenz yani. نحن عم نقول معناها الشيء اللي مدفون بالارض واللي مخبى فيه مال او اشياء ثمينه. عم ناخذ جمله عليها. بابام كارشي dağdaki mağara içinde define ordu ile ilgili hikayeler anlatır. Yani ابي قص لنا، يعني بابا حكى لنا انه في كنز او دفينه في المغاره المقابله في الجبل، في المغاره اللي على الجبل. اذا
هاي جملة على دفينة. كولي، عم نشوف الآن شو معنات كولي. أنلم، نجي على الأنلم بالبداية. Çoğunlukla kare ve silindir biçimindeki yüksek yağlı. Yani عم يقول هي الصرح أو البناء العالي اللي بيكون بشكل مربع وأيضا يكون طويل، يعني نحن نسميه برج. الكولي هو البرج. بدنا ناخذ جملة على كلمة كولي أو برج. شهريميزدكي تك راديو كولاسي كلوب يانسي يابولاجاك. مش عم يقول تم هدم برج الراديو اللي بمدينتنا وراح يعملوا واحد جديد بداله، راح ينعمل واحد جديد، راح ينشا واحد جديد بداله. يا بولا جاك مش هي راح ينعمل في زمن جيلجك زمان ريفايسي. الله ما نجي على سكنت. سكنت يعني مشكلة. سكنت مشكلة. الله ما المعنى ايش سيزلك؟ اذا عدم القدرة على العمل، يعني ما في عمل. اذا انسان بيدخل في موضع هو بيشوف ما في حلول. تيك دو ذلك يعني ايضا ما في عنده ايضا حلول مثل ما قلنا. بيز جينلك وبنون جي بسبب لردن دون روح صال يورجون لك جفا ازيات. اذا عم يقول هاي الاسباب انه عدم العمل، عدم القدرة على ايجاد الحلول، هاي بتسبب لنا مشاكل نفسية مثل ما احنا نقول مثلا الملل او من هالاشياء، فهي كلها بتعتبر مشاكل فتدل على سكنت ومشكلة. عم ناخذ الان جملة على كلمة سكنت. تمكن تمكن evde boş oturmaktan sıkılan Ahmet kendine bir hobi bulmaya karar verdi. إذن عم يقول أحمد المال من قاعدة البيت، يعني هو ملان من القعدة بالبيت كل اليوم، فهو قرر أنه يلاقي شيء هواية لنفسه. فالآن هاي انتهينا من التكنيك الأول. التكنيك الثاني عم يقول لي سورو لارو ميتنا غوري جواب لاينز، أجيبوا على الأسئلة وفقا للنص. طبعا هذا النص هو على مقطع شعري. شيرا غوري جان سكنتس بيزي نصل بولاماز. عم يقول كيف وفق النص أو وفق الشعر كيف مشكلة الروح ما بتقدر تلاقينا، يعني إذا هاي ما بنقدر نحن بنلاقي لها حل. عم يقول كتاب أوكور كان بولاماز. إذا كيف نحن ما ممكن نواجه مشكلة روحية؟ عم نقول كتاب أوكور كان بولاماز. إذا مستحيل هاي المشاكل تصير معنا لما نحن بنقرأ الكتب. السؤال الثاني شيره göre yalnız kalmamak için ne yapmalıdır؟ ايش لازم نعمل مشان ما نكون وحيدين؟ اذا مش ايش ايش العمل مشان ما يتم الانسان في وحده؟ راح يكون الجواب شير رومان مصال تورنده يازلار اوكماك. اذا قراءه الكتابات مثل الاشعار والروايات وايضا الامثله اللي هي العبر يعني. السؤال الثالث شيرده هانجي مسال كهرمانلارندان سوز edilmektedir. عم يقول الشعر عم يمثل او يجسد اي نوع من انواع الابطال يعني في عبرته. يدي جوجيلر. اذا يدي جوجيلر كوتشوك برنس هانسل الى غريتل رابونزل وكيلوغلان. اذا هاي اسماء الشخصيات اللي تحدث عنها، شخصيات طبعا خيالية يتحدث عنها الشعر. السؤال الرابع شيره غورا كتاب اوكيونجا نيلر بولونر. اذا عم يقول وفق الشعر لما نحن بنقرا كتاب ايش راح يكون؟ ايش ممكن نلاقي؟ دافي نيلر. الجواب هو الكنوز او اللقيات، يعني راح نلاقي كنوز لما نقرا الشعر. طبعا المقصود بكنوز ليست كنوز حقيقية انما كنوز المعرفة والعلم. التمرين الثالث üçüncü etkinlik şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. عم يقول عرفوا موضوع الشعر وأيضا الإحساس الأساسي للشعر، يعني هو الشعر عن إيش عم يعبر، التعبير الأساسي للشعر. أول شيء موضوع الشعر كتاب أوكومانن فايدالر ف
فائدة قراءة الكتاب. هاي موضوع الشعر، كتاب أكو من فايدة. عم نجي على أناضوجسو، الإحساس الأساسي، يعني شو عم يعبر، شو نوع الشعر. كتاب سيرجيسي، إذا حب الكتاب، كتاب سيرجيسي، حب الكتاب. دوردنجو أتكيلك، النشاط الرابع. سيزي أتكيلين بير كتاب أركداشلارنزا تانتنز، عم يقول عرفوا عن كتاب أو تكلموا عن كتاب أنتو كتير عم يأثر فيكم، يعني عجبكم لأصدقائكم. نحن مثلا خلينا نقول أي كتاب نحن مثلا بيأثر فينا، هنا أي شيء نحن بنستحسن يعني بنكتبه فهذا شيء كويس. مثلا بيرك موجي تولد، إذا بيرك أصبح موجد، هاي قصة موجودة أيضا راح نلاقيها في الكتاب. وهي إنه عن بيرك اللي يستطيع صناعة أشياء صغيرة ليكون موجد. فالآن التمرين الخامس بيشنجيت كيلك أنوكتانن nokta kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz. İzin. Ami kulli tamrin el khamis el bahth el awwal minhu el qism el awwal am yaqul li khallina nusil kull makan istimal fi el nuqat ma'a shu istimal, yani hon am yaqul li hiya kitabe hon mawjud bishakl amali. Shuf wahed jumlanin sonuna gelir, am yiji bi akhir el jumla. فأكيد هو مع الواحد كتاب أني أركداش، إذا الكتاب أفضل صديق. شوفوا كيف النقطة إجت آخر شيء، آخر الجملة بنستعمل نقطة. إكي باز كستلامالارن سونو نجل، إذا عم يجي بآخر الاختصارات أيضا. ثلاثة sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. إذن عم يجي بعد شو اسمه أيضا بعض الأرقام، بيجي بعد النقاط فيتصير أرقام ترتيبية. نحن شرحنا النقطة من قبل. يعني يجي الاختصارات مثلا إنه 10.30 هيك 10:30 أو شيء. فالآن شوف واحد نقطة يعني بيرنجي الأول مثل ما نحن شايفين. فنحن مثل ما عم نشوف عم يجي ايضا مشان يكون عدد ترتيبي. وهون في عنا تاريخ لرين yazılışında gün ay ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. اذا تستعمل ايضا للتواريخ اللي هي الرابعه، ايضا تستعمل مشان التواريخ. شوفوا 14/2/2017 ساعات ودقيقة gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. أيضا تستعمل لمشان الساعة مثلا 10:30 مثل ما نحن شايفين هون. إذا تستعمل نقطة في نهاية الجملة مثل ما نحن شايفين، وأيضا تستعمل لبعض الاختصارات مثل الدكتور هيك شيء، مهندس، أوريتمان. بتستعمل أيضا في الأعداد الترتيبية، بتستعمل أيضا بين التواريخ، وأيضا بتستعمل بين الساعات. نجي على القسم الثاني من السؤال الخامس من النشاط الخامس. سيزدا نوكتان كولانم ألالارن لغسترين جملة لرياضنز. إذا خلينا نكتب ثلاث أمثلة من عنا على استعمال النقطة. en sevdiğim yemek patates kızartmasıdır. إذا أكثر شيء بحبه، أكثر طعام بحبه هو البطاطا المقلية. شوفوا هون كمان عندنا نقطة، هي تجي على مثال على نقطة بآخر الجملة. sizin davanıza av، هاي بتعني افوكات. إذا هاي الاختصارات. نزاي تشيركير باكاجاك، إذا راح يشوف دعوتكم أو راح يشرف على دعوتكم المحامي نزاي نيازي تركلر. إذا نيازي تركلر، هاي الأب نقطة يعني اختصار لأفوكات مثل ما شفنا هون في دكتور.
نجي الآن على الثالثة وتشنجو سرادكي. هون عدد ترتيبي، إذا استعمال نقطة بعد عدد ترتيبي. أوكولار أون يدي أيلول كبنون كبنون سكيستارين ده أشليو. إذن تفتح المدارس ب 17/9/2018. إذن هاي النقاط بين تواريخ يارن ساعات أون بيشون دا سينما دا بولو شالم. إذن يارن خلينا نلتقي على الساعة 3:10. طبعا هاي باللفظ الصحيح في الساعات اون بيشي اون جيتشي اون بيشي اون جيتشي سينما دبول شل بهالشكل. هذا التمرين السادس ايت كيليك. ايضا قسمين، عن القسم الاول جمله لرده كويو يازلان كلمه لرن ايش انلام لارن بولوب örnekteki gibi karşı larınıza yazınız. عم يقول لي خلينا نلاقي، اذا عم نشوف هنا في كلمات متعاكسة بالمعنى، فالآن خلينا نكتب نحن كمان أشياء متشابهة من حيث المعنى، إذا مختلفة بالمعنى. içindeki ne öyküler sözler açılır. إذا içindeki içinden ne öyküler hikaye sözler laf. إذا هاي معاني متشابهة، أوكيلر حكاية سوز لف. إذا لف يعني كلام وحكاية حكاية، أوكيو أيضا حكاية. بازن كيتشك برنس أوزاك تشيرلرده. إذا كيتشك صغير، أوفاك أيضا صغير، أوزاك أوراك. إذا هاي نناتب معنى أوزاك وأوراك بمعنى طويل، كيتشك أوفاك أيضا صغير. جان سكنتسي سوبليمس كيمسي كيمسي كيشي، يعني كيمسي يعني شخص. عرفت كيف؟ ardına düş. Hadi sen de cadının takıl düş yani takıl yani انت خليك معلق بهذا الشيء. Büyüsü tükenmez hiç okumanın. Tükenmez yani ما بتخلص. Bitmez. Şufu bitmez tükenmez. Nefs الشيء. B من السؤال السادس من الاتكلك السادس. Şiirde geçen eş sesli kelimeleri bulunuz. Bu kelimeler farklı anlamlarıyla cümle içinde kullanınız. İzin, amir kul halina nşuf kelimat اللي متشابه بالمعنى اللي مرت بالنص. خلينا نستعمل هاي الكلمات بمعاني مختلفة، بجمل أخرى بمعاني مختلفة. عنا için, roman, yedi, et, düş. هاي الكلمات راح نشوف. İç sıcaklarda bol bol su iç. إذن iç أيضا تجي غير بمعنى داخل، تجي بمعنى اشرب فعل أمر. إذن اشرب الماء بشكل كثير. بول بول هذا ظرف كمية نحن نستعملها مثل تشوك يعني. سجاكلاردا إذن في الأوقات الحارة أو في الحر في الصيف اشرب ماء بشكل كبير. ماكينانين iç küflenmiş. إذن داخل الماكينة يعني محرك الماكينة قلب الماكينة كفلان مش إذن احترق أو دخن. رومان أكدوم رومان دا رومان يعني رواية. أكدوم رومان دا باشكا بير الكي جيتش أدن بير آيلين باشندان جيتشن لير أن لاتيليور. إذن أنا الحكاية اللي قريتها عم تشرح أنه في ناس هاجروا على غير دولة وأيضا اشتركوا مع عائلة أخرى. شهرة يني جالن رومانلار أصدقائي باركا تشادر كورميا باشلادلار. إذن الرومان هنا إجت بمعنى رومان يعني هن أصلا رومان، إجت بمعنى عرق وليست رواية. الرومان اللي جايين جديد على المدينة بدأوا بنصب الشوادر يعني الخيام أيضا داخل الحديقة. يدي gökkuşağında yedi renk vardır. İzen yücet fi gökkuşağında yani fi السماء fi نحن نسميها صلب السماء سبع ألوان اللي هو الطيف طيف السماء. küçük yedi tezgahtaki ciğeri yedi. İzen şuf yedi أيضا تجي بمعنى أكل بالماضي. küçük kedi tezgahtaki ciğeri yedi. Ekelet el kıtta el kalp au el ciğer nehne semmiye fi
كبدة يعني اللي كانت بتزقح يعني على طاولة الطعام. ات سودوش ات بسكليت كولانر كان بسكليت كولانر كان صارنا صولنا دي كاتت. لما تستعمل بسكليت انتبه على يسارك ويمينك. هيركس سبزة يركن او ات يمي ترجيهاتي. لما الكل اكل الخضار، لما الكل عم ياكل الخضار هو رجح طعام اللحم، اذا هو رجح طعام اللحم. دوش دون جاجه تشوك جزال بير دوش جوردو. البارحة شفت حلم كتير جميل. أولغون لاشان إري كلير بير 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 دشتو. إذا الإريك هو مثل ما احنا نسميه الجارنك، إذا الجارنك المستوي أو اللي هو الناضج صار عم يسقط يتساقط من الشجرة يعني يسقط على يدين جيت كينليك. هنا هذا التدريب ما له علاقة بالنص بشكل مباشر، ولكن هو عم يتكلم عن نصوص موجودة بالكتاب، بدنا نعرف كل نص موجود بأي صفحة. مثلا السؤال الأول تشوك كتاب أو كردو، هذا المتن بأي صفحة موجود؟ عم يقول متن يعني نص، متن هانجي صايفة ددر، إذا صفحة 44 كرك دورت، كرك دورت صايفة ددر. نجي على السؤال الثاني باصل كاينكتاكي 86 شوفوا 86 هنا انا قريت كعدد ترتيب بسبب انه في نقطه صايفه دكي 2 قاضي نادر. اذا ايش هو اسم النص اللي موجود في الصفحه 86 من المصادر المطبوعه سيف ميك موتلو لوكتور؟ اذا السعاده او سعاده الحب او الحب سعاده، يعني هاي الحب سعاده ديجيتال كاينكتاكي كهكهاج صنف الصنف المرح او المقهقح متني هانجي صيفا ددر في اي صفحه هذا النص؟ صفحه 20 يرمي ديجيتال كايناكتاكي دينجي صيفا دكي متني قاضي نادر. ايش هو اسم النص اللي بالصفحه السابعه من المصادر الالكترونيه ديجيتال يعني كورت كوركسو؟ اذا خوف الذئب، خوف الذئب. نرجع على سيكي زينجي ادكن لك التمرين او النشاط الثامن. هنا في مثل ما نحن شايفين مجموعة من الحروف، نحن لازم نكتبها وفق شو كندي يازستيليني زيجورا يازنز، يعني اكتبوها وفق انتو كيف تكتبوا. اذا هذا التمرين على الكتابة، فقط بنعيد كتابة الاحرف لكن بالشكل اللي احنا بنكتب فيه، ما بنقلد يعني الاحرف اللي هو كاتبه. وبهالشكل نكون انهينا الدرس الاول من الصف الرابع الكتاب اللغة التركية، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ونلتقي معكم في دروس جديدة. معكم الأستاذ مصعب السهو من موقع منهاجي التعليمي. أتمنى لكم كل نجاح، توفيق، شكراً.